اليوم سعدنا في لقاء معالي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم، وهذا اللقاء الذي أتى بتضافر جهود الاتحاد الإعلامي الإلكتروني وأعضاء هذا المجلس للتعاون مع بيت الأمة وممثلين مجلس الأمة، وخصوصا فيما يخص الإعلام الإلكتروني وتواجدهم في القاعة التشريعية للنواب. الحمد لله قدمنا مقترح لرئيس مجلس الأمة وتم قبوله على الفور أمانة، وشاركنا في يعني مقترح جديد اللي هو وجود الصحفيين الإلكترونيين داخل مجلس الأمة عن طريق اتحاد الإعلام الإلكتروني، ويقوم الاتحاد بموظفين مختصين بتزويد الصحف الإلكترونية وكل المواد الموجودة في مجلس الأمة، إن كان الجلسات أو اللجان أو تصريح النواب عن طريق البوديوم. وإن شاء الله المرحلة المقبلة صح يكون هناك تعاون مثمر ويخدم الصحافة الإلكترونية ويخدم الإعلام الكويتي بشكل عام. اليوم بعد يعني اجتماعنا مع معالي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم اتفقنا على آلية تخص الصحف الإلكترونية. الكل يعلم بأن عدد التراخيص اليوم تجاوز 450 ترخيص، لا يمكن لكل وسائل الإعلامية الإلكترونية أن تتواجد في مجلس الأمة في وقت واحد نظرا لكمية الأعداد. ولو افترضنا بأن كل شخص أو كل صحيفة راح يكون لها عدد مقعدين راح يكون أكثر من 900 شخص.